بده تركيز وبده وقت وتعطي جهد كمان وفي دقة. يعني زي ما انت شايف الرسم هون مرسومة بالريشة، احنا بنحولها من ريشة مرسومة لحجر، فشوف التفاصيل نفس ما الرسمة نفس ما بتطلع عنا. هاي الرسمة لكنيسة البشارة في الناصرة مبيوعة، طبعا مستخدم فيها نوعين من الحجار، حجار طبيعية وزجاج. الحجار الطبيعية موجودة عنا في فلسطين، في عنا تقريبا 24 لون، منجيبها من المحاجر من الجبال وفي اشي من الوديان. مركز الفسيفساء هي إعادة ولادة فن الفسيفساء من جديد في فلسطين، وصار في اهتمام، وإحنا بنشوف هذا الشيء يوم بعد يوم إنه كيف بيزيد الاهتمام ومعرفة الناس وتوعيتها لهذا الفن الجميل اللي هو كان حتى يستخدم في بيوتنا العادية في يوم من الأيام، ولكن الآن أصبح فن لأنه بتطلب جهود ووقت طويل وحساسية عالية. هو عبارة عن الرسم بالحجارة، فهو أصعب من أنه نمزج الألوان الزيتية أو المائية، لأنه مزجها بتقدر تخلق، ولكن هذه حجارة طبيعية إحنا موجودة عندنا بالطبيعة، وحجارات فلسطين أو الأراضي المقدسة، فتستخدم وتقدر أنك أنت تشكل لوحة يمكن أنها توصل رسالة وتكون في لها جمال كبير برضو في هذا. زمان كان شغلهم غير عن شغلنا اليوم، كانت عندهم يعني مواد بدائية ما كان عندهم زي اليوم. احنا اليوم عندي مثلا المنشار على الكهرباء، عندي كل الأساليب اليوم غير ما كانوا يستخدموها زمان. كانوا زمان يشتغلوا بالطريقة المباشرة، وطريقة قص الحجر كانت عندهم صعبة، مش زي يعني بتعرف انت كيف احنا اليوم بنعيش بالعالم التكنولوجيا والصناعة، وعندنا المواد اللي نقدر نشتغل عليها.